الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزُقنا جميعًا متابعته بالأقوال والأفعال والأحوال. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين برحمتك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، عنوان خطبة اليوم: عثمان بن عفان. ومن محاسن التقدير الإلهي أن يكون الحديث عن صحابي جليل في الجمعة الأولى من رمضان، في شهر الحب وشهر المواساة وشهر الخير. فرضي الله عن جميع صحابة رسول الله، وصلى الله على من رباهم، وصلى الله على معلم الناس الخير. وليس من عادتي أن أقصر الحديث على تراجم تدخل في سياق خبري، لكن أريد أن أستفيد من حياة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، حتى أسقطها إرشادات حياتية نستفيد منها نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عثمان مضى إلى أكرم الأكرمين، ومضت معه أعماله المباركة الطيبة، لكن نحن نريد أن نستفيد من هذه السير حتى تكون لنا ورقة عمل، حتى تكون لنا أنموذجاً نقتدي به. لذلك قال بعض العلماء: الحكايات هي حبوب، الحكايات الصحيحة طبعاً الصادقة الموثوقة، الحكايات حبوب تصطاد بها القلوب. فهذا الرجل الذي كان من أوائل الذين آمنوا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه حتى سماه ذا النورين، لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ذا النورين. فذو النورين هو سيدنا عثمان بن عفان التاجر الصادق، الذي كان من أكابر الدعاة إلى الله عز وجل بصدقه بأمانته. وحتى لا أتشعب كثيرا ولن أدخل في سياق تاريخي حوله كلام كثير، فهو أمير البررة وقتيل الفجرة. أريد أن أركز على ثالوث متفرد متميز في حياة هذا الصحابي الجليل: السخاء، الحياء، حب القرآن. ما نستفيد منه نحن المتبعين لسيدنا رسول الله والمحبين لآل بيته ولأصحابه الكرام أن نجعل أمثال هؤلاء قدوة في حياتنا، منهم سيدنا عثمان الخليفة الراشد
الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي في درس الجمعة أفصل كثيرا، لكن في الخطبة كما ذكرت لكم حتى ألملم الموضوع وحتى لا تكون الخطبة سردا تاريخيا، فليس المجال مجالا للسرد التاريخي، وإنما أريد أن أقف عند نقاط حتى نسقطها على حياتنا. أول ما تميز به هذا الصحابي الجليل السخاء، وشهر رمضان هو شهر الخير كما سماه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو شهر المواساة. ويقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كان أجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. لما كان هذا هو المعلم صلى الله عليه وسلم، كان من الطبيعي أن يكون من أتباعه ومن تلاميذه النجباء المتفردين المتميزين سيدنا عثمان، الذي كان مضرب المثل في السخاء. أصاب الناس فاقة في المدينة المنورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لغتنا من باب التقريب كان سيدنا عثمان عضو غرفة التجارة على أقل تقدير، أو كان رئيس غرفة التجارة في مكة أو في المدينة. سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه أدخل الطعام على الناس جميعهم، حتى جاء إليه التجار فقالوا له: يعني ليس هناك تجار غيرنا في المدينة، فنحن نشتري منك، نبتع منك بخمسة. قال: هناك من دفع لي أكثر. ظنوا أن هناك تاجرا كما يسمونه في الخفاء أو بالأسود بين قوسين من تحت الطاولة يعطي سيدنا عثمان أضعاف حتى يبيع بهذه الأسعار. فلما تبين لهم أنه يقصد من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويعطي عطاء لا حدود له، الصدقة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، حتى دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جهز جيش العسرة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تخيلوا أن تاجرا يأتي يعني إبل مجهزة بالطعام والشراب وكل شيء، كل أسباب المونة كما نقول، المؤونة التي يحتاجها الناس في حربهم وفي سلمهم، يدفع بهذا كله إلى الإسلام إلى المسلمين، حتى دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم: اللهم ارض عن عثمان فإني راض عنه. ألا تكفيه هذه الدعوة؟ هنا ملمح: إذا أردت أن تكون قريبا من الله لا يكفي أن تقتصر على جانب معين، على جانب في العبادة، ألا وهو الصلاة، الصيام، الحج. هناك عبادة تظهر حقيقة الإيمان، ألا وهي الإنفاق. الإنفاق أيها الإخوة الأكارم، كما كان يقول بعض العلماء، إيمان وحب، بلا إنفاق نفاق. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميز فأعطى عنوانا واضحا فقال: والصدقة برهان، أي إنها تبرهن عن صدق إيمان هذا الإنسان الذي يزعم أنه مؤمن. فلما كان مؤمنا فطالب منه الله عز وجل بإيمانه أن يساعد الناس، فإن تلكأ وتردد وتعلل هنا ظهرت حقيقة الإيمان. سيدنا عثمان كان سخيا، بل رضي الله عنه وأرضاه، هناك صور كثيرة مشرقة لسخائه
أوقف أوقافا كثيرة في المدينة المنورة وفي مكة للمسلمين. من هذه الأوقاف أنه أوقف بئرا يسمى بئر روما. هذه البئر يعني لا تتخيلون كم خففت عن الناس، والماء كان عزيزا أيها الإخوة الأكارم. لا تتخيلوا، قد يقول قائل يعني هو ماء الآن الماء مبذول. لا، الماء حتى أن الفقهاء قبل 1000 عام عندما يتحدثون عن غسل الجمعة، لأن الماء كان قليلا عزيزا، كان يقولون اغتسل بنسبة اليوم الجمعة لمن جاء ومن أراد أن يأتي إلى يوم الجمعة باعتبار أن هناك اجتماعا وأن هناك اختلاطا، اغتسل. هكذا قال الفقهاء، اغتسل ولو كأسا بدينار، يعني لو اضطررت إلى أن تشتري هذا الكأس أو هذه الكأس بدينار افعل، لأن الماء كان عزيزا. فجعل بئرا كاملة يشرب بها منها الناس ابتغاء وجه الله. الآن البعض إذا أنفق دريهمات المشرق والمغرب وما بينهما يعرف، من أراد أن يتخلق بأخلاق الصحابة السابقين الأولين آل بيت النبي عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء الكرام الذين تربوا في مدرسة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، عليه أن يتنسم هذه الأخلاق البديعة الرائعة، العطاء، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. بل بلغ من كرمه وسخائه أنه كان يدفع الدقيق والسمن واللحم للناس، ثم يدخل ولا يترك لنفسه شيئا، يدخل إلى البيت كما يذكر علماء السير يأكل شيئا من الزيت والخل. الآن إذا فسدت أو إذا فسد الطعام أعطوه للحارس، أعطوه لفلان، إذا اهترع الثوب تصدقوا به. قال تعالى سبحانه وتعالى، قال ولا تيمموا الخبيث، يعني لا تبحثوا عن الرديء. انظروا إلى سيدنا عثمان، كان ينفق أجود، كان ينفق أجود ما عنده. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث، لا تبحث عن الشيء الرديء إن كان طعاما أو ملبسا أو أي شيء من هذه الأمور التي أنت يعني أصابك الزهد فيها. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ثم الله عز وجل قال لنا بمحاكمة عقلية بسيطة، قال ولستم بآخذيه، أنتم لا تقبلون أن تأخذوا هذا الشيء إذا كان خبيثا، إذا كان الطعام فاسد أو شارف على أن يفسد، أو الثوب مهترئ أو شارف على الاهتراء. قال تعالى في مقاربة رائعة، قال ولستم بآخذيه، أنتم لا تقبلون أن تأخذوه إلا أن تغمضوا فيه، يعني يمكن أن تأخذه حياء وأنت يعني مشمئز، إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد، الشيطان يعدكم الفقر إياك أن تعطيه، خبئ فلسك أو قرشك الأبيض إلى يومك الأسود. هذه الحديث التي يقولها أولئك يعني الشحاء، هذه كلها ما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها أحاديث عامة. عبدي أنفق أنفق عليك، ومن أوكى يعني ضيق أوكى الله عليه، وهذه مجربة والله لا يجرب. كما ذكرت للإخوة المصلين في دروس العصر في رمضان، كن عبدا لله لا تكن عبدا للتجربة، لكن هذه تحتاج إلى إيمان. سيدنا عثمان بلغ من هذه المرتبة الرائعة بالإيمان أنه كان يعطي ولا ينتظر. قال للتجار هناك من أعطاني أضعاف أضعاف هذه الأرباح التي تعرضونها، حتى يجعل سيدنا عثمان لا يبذل المال للناس، فنريد أن نأخذ هذا الضلع الأول من هذا الثالوث الأخلاقي المتفرد، السخاء. أين السخاء؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السخاء السخي قريب من الله، حتى قال الشافعي تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. السخي قريب من الله.
قريب من الناس حتى لو كان قليل صلاة قليل صيام رقيق الدين لكنه سخي الناس تحبه، وإنسان يصلي في الصف الأول الله أكبر من أجل صحن يكسر في البيت تقوم القيامة ولا تقعد، من أجل درهم بخيل جدا يكرهه الناس ولو كان حافظا للقرآن والقراءات، الزوجة لو كان زوجها من أكابر المصلين وكان بخيلا تقول لا أريد إنسان يعني يصلي صلوات الخمس فقط دون السنن والنوافل لكنه سخي، سخي في ماله، سخي في طعامه، سخي في شرابه، سخي في مشاعره. السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. وجاء في الحديث السخاء شجرة في الجنة أغصانها متدلية في الدنيا، من تمسك بغصن منها دخل الجنة. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة. وذم الله أولئك البخلاء فقال الذين يبخلون، ولم يعني يقتصر بخلهم على أنفسهم، قال ويأمرون الناس بالبخل، يعني إذا رآك تنفق ورآك طيب النفس ورآك يعني سبحان الله عندك ثقة بالله عز وجل، معقول كيف تفعل هذا؟ كيف تضيع نفسك؟ كيف تضيع أولادك؟ يقول له لا أخي الله لن يضيعنا، الله لا انتبه، هذه الدروشة وهذه الأمور تحتاج إلى حسابات، لا حول ولا قوة إلا بالله. المشكلة ثقافة عنده، لكن أن ينقل هذه الثقافة المريضة إلى الآخرين كارثة. فالله عبر عن هؤلاء في سورة النساء فقال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، رآه ينفق على أهله، على أهله أيها الإخوة الأكارم، ما زال به حتى يصير بخيلا على أهله، أنا أتحدث عن الغرباء. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لذلك أيها الإخوة الأكارم إذا أردنا أن نستذكر هذا الصحابي العظيم نستذكره في يعني هذه النموذج الرائع من التفرد الأخلاقي من خلال السخاء. السخاء كان عنوانا لسيدنا عثمان وكان عنوانا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الثانية، النقطة الثانية هي الحياء. والحياء أيها الإخوة الأكارم خلق كما قال العارفون بالله وكما قال الصالحون، حالة تتولد بين رؤية الآلاء يعني نعم الله عز وجل وبين رؤية تقصير العبد في شكر هذه الآلاء فيخجل من الله عز وجل. وكان هذا شأن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، الذي جاء في الحديث أنه كان من شدة حيائه أن ملائكة الله تستحي منه رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله، كان حييا. الحياء كما قال صلى الله عليه وسلم ما كان في شيء إلا زانه، ولا كان الفحش في شيء إلا شانه. خلق الصالحين الحياء. الحياء أيها الإخوة للأسف صار عند بعض الناس مادة للضعف والخور والجبن، بمعنى يفسر التفلت الأخلاقي والجسارة والجرأة على الناس والبذاءة وقلة الأدب وأنتم كرامة يعتبرها قوة في الشخصية، ويفسر الأدب والخفر والحياء يعتبره نوعا من الضعف والخور، وشتان بين الجبن المذموم وبين الحياء المحمود. فقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. الحياء
خلق الصالحين. هكذا كان سيدنا عثمان، كان حييا رضي الله عنه وأرضاه. الحياء أيها الإخوة يجعل الإنسان دائما يتطامن أمام فضل الله عز وجل، يخجل، الله يكرمه وهو بضعفه البشري يبارز الله عز وجل بالمعاصي. الإنسان يرى ويأنس هذه القوة في جسده فيخجل، كيف يستخدم هذه القوة فيما لا يرضي الله؟ كيف يستخدم ذكاءه في التفريق والتحريش بين الناس وإيذاء الناس؟ كيف يستخدم سلطانه ومكانته في الأذية؟ يخجل الإنسان، يخجل. الله عز وجل أعطى الإنسان مالا، فينبغي عليه أن يستثمر هذا المال فيما يرضي الله. الله عز وجل أفاء وأفاض على الإنسان بنعم كثيرة، فمن الحياء أن لا يجعل وأن لا يستثمر وأن لا يجعل هذه النعم في سخط الله عز وجل. فمن أراد أن يعبر عن الحياء، ليس الحياء قطعة قماش يضعها الإنسان على رأسه فحسب، يعني هو هذا من الحياء، لكن بعض الناس يهتم بشكليات، يخجل كذا بلباسه وكذا، لكن لا يخجل ولا يتورع من أكل الحرام، لا يتورع من كلمات بذيئة، وإن سئل يقول هو صاحب شخصية قوية. هذه بذاءة وقلة أدب، ما علاقتها بالقوة؟ ما علاقة القوة والشخصية القوية التي تكون في الحق وليس في الباطل أيضا في مسألة الحياء؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حييا وكان أشد الناس حياء، ومع ذلك كان إذا انتهكت حرمات الله لا تقوم لغضبه قائمة. سيدنا عثمان أيها الإخوة الأكارم كان حييا، ويذكر بعض علماء التاريخ أنه كان من شدة حيائه أنه كان لا يعني يتكلم كثيرا، لا يجيد الكلام مع كونه متكلما وعالما كذا، لكن من شدة خفره وحيائه رضي الله عنه وأرضاه يذكرون هذا، لكن هذا في معنى آخر لا علاقة له بمسألة ضعف الشخصية وقوة الشخصية. الأمر متعلق بالتربية، متعلق بالتمرين والتدريب فيما يتعلق في مواجهة الجمهور والحديث معهم. قد يكون الإنسان متكلما إلى آخره، لكنه حيي مؤدب خجول. هذه المنظومة ما أحوجنا أن نعود إليها. خاصة الحياء جميل ورائع في الرجال، لكنه في النساء أروع وأجمل وألطف وأبدع، لأن المرأة ريحانة وأجمل شيء فيها حياؤها. إن الفتاة حديقة وحياؤها موقوف عليها. الحياء هو الماء الذي يروي جمال المرأة ويروي جمال الرجل أيضا أيها الإخوة. ما أحوجنا أن نعود إلى ثقافة الحياء التي كانت عنوانا مسجلا لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله. ثالثا، ثالث الأثافي الأخلاقي حبه للقرآن. كان من كلامه رضي الله عنه وأرضاه وهو شهيد القرآن: استشهد وهو صائم، استشهد وهو يقرأ القرآن وسالت دماؤه الزكية على مصحفه الشريف، ولما قطعت يده قال: هذه اليد كانت أول يد خطت كلام الله عز وجل. كان حييا رضي الله عنه وأرضاه، كان يحب القرآن، كانت حياته موقوفة على القرآن، حتى كان من كلامه رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من القرآن. حتى أنه كان ملازما للقرآن حتى آخر نفس في حياته. فمن كان القرآن رفيقه سيكون شفيعه يوم القيامة. القرآن أيها الإخوة الأكارم نريد أن نكون أصحاب صلة به متفردة متميزة، ليس في رمضان فحسب، لكن بعد رمضان ينبغي أن تكون لنا صلة. ومن لطيف ما سمعت من أحد أكابر العلماء بارك الله في حياته وحياتكم، كان يقول: يا بني، لهؤلاء الناس الذين لا يفتحون المصحف إلا في رمضان، لا يضركم،
إن جعلتم صلة بالقرآن من 1 شوال إلى 29 شعبان كل يوم صحيفة واحدة، صحيفة واحدة فقط، صفحة واحدة 15 سطرا، صفحة تبدأ بآية وتنتهي بآية. مثلا إن الذين كفروا سواء عليهم، صفحة ثانية في القرآن الكريم آخرها فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هؤلاء 15 سطرا. اقرأ كل يوم بعد رمضان، أتحدث بعد رمضان، صفحة واحدة. إن في صلاة، إذا أردت أن تقرأها في الصلاة قبل الفجر ركعتين، وأردت أن تحافظ على صلاة ركعتين قبل الفجر، تختم القرآن في شعبان، تختم القرآن صفحة صفحة. يعني اجعل لك صلة بالقرآن، حتى جاء في الحديث أعطوا أعينكم حظها من العبادة، حتى الحافظ للقرآن ينظر في القرآن سبحان الله يرتاح قلبه. إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها تلاوة القرآن، وفي رواية ذكر الله. فمن قرأ القرآن وأحب القرآن أحبه القرآن. وإن كتاب الله كما يقول الإمام الشاطبي، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. القرآن أيها الإخوة الأكارم، كما قال الإمام السيوطي، من أراد الدنيا، بدك الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. القرآن أيها الإخوة تلاوة وتطبيقا ومنهجا وسلوكا، حتى يكون دستورنا. اللهم ارضى عن سيدنا عثمان، وارضى عن جميع صحابة رسول الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته، ورضي الله عن أصحابه، وخلقنا جميعا بأخلاق هؤلاء السابقين الأولين، واجعلنا يا رب يا أرحم الراحمين بحرمة هذه الأيام المباركة عندك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره تعالى، وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء، السادة الحنفاء، ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وقبل أن أبدأ بالدعاء، أيها الإخوة، هناك ملاحظة هامة جدا. لم تشرع الصدقات ولا الزكاة ولا غيرها من أبواب الخير حتى يكون هناك أرتال من النصابين والكذابين والمحتالين، لأن هناك أناسا يستثمرون العاطفة الدينية عند الناس خاصة في رمضان، فيتاجرون ويزاودون، خاصة الشباب، تجده شاب وقوي وكذا ثم يسيء، المشكلة يسيء. الله عز وجل قال في آية واضحة لا تحتاج إلى كبير تفسير في سورة الضحى، وأما السائلة فلا تنهر، لم يقل فلا تمنع، يعني لك أن تمنع خاصة إذا كان كاذبا وإذا كان قويا، وأما السائلة فلا تنهر، إياك أن يعني تدخل معه في إساءة، ولو أساء إليك، ولو أراد أن يخرجك عن حلمك لا ترد عليه. وبعض العلماء قال أن ترده بشيء قليل، لكن إياكم أن يعني أن يستغل هؤلاء الذين يشوهون الدين ويحرمون غيرهم من حقوقهم. المشكلة أنك إذا أعطيت أمثال هؤلاء سدا للذريعة تقول يعني قد يكون صادق، أو حتى هذا لا يجوز. البعض يقول أنا أريد أن أعطي فلانا حتى لا يتكلم علي، هذا حرام، لأنك أنت تعطي لماذا؟ تعطي لله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. أنت لا تعطيه من أجل أن لا يقدح فيك، ولا تعطيه من أجل أن يمدح فيك، أنت تعطيه لله إن كان مستحقا، خاصة أن هذه الأموال قد تكون أمانة عندك، هذه الأموال ينبغي أن تذهب إلى مستحقيها. فحذاري إياكم والمحتالين والنصابين والمستغلين للعاطفة الدينية عند المسلمين خاصة في رمضان، وتوجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم
وسلوا ربكم حوائجكم إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام، واجعلنا وأهلينا وأولادنا وذرياتنا فيه من عتقائك من النار.